السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصلة. أمنية وطموح كل زوجة أن تعيش حياة زوجية سعيدة وهادئة، ولكن من الصعب أن بالأماني تتحقق كل أحلامنا. عشان كده النهاردة هنكمل حوارنا، كان حلقتنا اللي فاتت حوارنا عن أسباب الخيانة الزوجية، لكن النهاردة هنحاول ندخل معاك في حلمك أن أنت تعيش حياة زوجية هادئة، ونعرفك بعض المعلومات اللي تقدري تساعدي نفسك بيهم. قبل ما ندخل في حلقتنا النهاردة، وقبل ما أرحب بالاتصال اللي معانا، أحب أرحب بزميلي أستاذ هشام. أهلا بك يا أستاذ هشام. أهلا بك يا أستاذة ما، وأنا من المشاهدين. بناء على رغبة المشاهدين وبناء على رغبة قناة الصحة والجمال، بيتجدد لقائنا للمرة الثانية مع الأستاذة زينب عبد الرحمن. برضو هنوضح للمشاهدين برضو للذاكرة، أستاذة زينب عبد الرحمن بكالوريوس علوم من جامعة المنصورة، دبلوم تربوي من نفس الجامعة، ماجستير مهني في الإرشاد الأسري، مدربة معتمدة في الأكاديمية العلمية للتنمية البشرية بتركيا، مستشارة أسرية في البورد الأمريكي. طبعا حصلت على كورسات عديدة في المقبلين على الزواج والمتزوجين. الأستاذة زينب أهلا وسهلا بحضرتك. لا لسه معلناش الاتصال. أستاذة زينب عبد الرحمن كتابها اللي احنا قريناه، واحنا بنشجع برضو الناس المقبلين على الزواج والمتزوجين برضو هم يقروه، هو يا ريتني عرفت من زمان. عجبتني برضو بالفيرت بتاع موضوع مهم جدا، اللي هو كيف تحققي التوازن في حياتك. كيف تحققي التوازن في حياتك؟ هتحقق لك ثقة ومكانة وسعادة وحب لما تكوني نعم المدرسة التي بتعلم تلاميذها حب الله والوطن والعلم والعمل لتحقيق الهدف. تحقيق الهدف كما قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، صدق الله العظيم. فعشان كده طبعا قبل ما نتكلم على الأستاذ زينب، أنا بس بوضح إن الكتاب جميل جدا، معلوماته بالنسبة للمقبلين على الزواج أو المتزوجين هيستفادوا منها جدا جدا. فأهلا وسهلا أستاذ زينب عبد الرحمن. أهلا بحضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا وضحت حضرتك في صفحة 155 في المنشد بتاع حضرتك بكيف تحققي التوازن في حياتك. أيوه. ووضحت حضرتك برضو إيه برضو بتفاصيل شوية عن الفارس أو عن الموضوع. هنحب بس نعرف من حضرتك برضو ونكمل حوارنا، ما هي الرسالة لكل بنت مقبلة على الزواج؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أول نقطة، لازم نتعلم أعرف نفسي وأعرف الشخص اللي قدامي. لازم تفهميه نفسك أنت عاوزة تحققي إيه في حياتك، وتوصلي له أنت عاوزة تحققي إيه في حياتك. لازم تفهمي الشخص ده. كلنا لينا لغة حب معينة، فتفهمي نفسك علشان تقولي له أنا بحب إنك توصل لي الحب بتقديرك ليا، بالهدايا، بالكلمات الحب، بالأعمال الخدمية، إنك تساعدني، إنك تكون معايا، إنك تكون في ظهري، إنك تكون سندي. إن هي في البنات المقبلة على الزواج، بقول لهم قلبك، بقول لكل بنت قلبك مش لخطيبك، قلبك لزوجك بس. لان انا بيجي لي يوميا مشكلات من بنات كانت مخطوبه وما بيحصلش نصيب، وبتبقى متدمره نفسيا. طب اقول لها قلبك لزوجك بس، قلبك مش لخطيبك. بلاش لو سمحتي احاديث عن اسرار اهلك وصديقاتك مع خطيبك. بقول لها كوني عاقله ورزينه، وان فتره الخطوبه دي مش فتره قلوب ولا دباديب، دي فتره تعارف. تعرفي الراجل ده مناسب ليا ولا لا، انا مناسبه ليه ولا لا. في راجل يكون كويس جدا مع غيرك ما يكونش كويس معاكي. تمام. بقول لها اعرفي اللي ليكي واعرفي اللي عليكي. بلاش مشاكل خطيبك على جروبات الفيسبوك لو سمحتي. مامته عملت، هو عمل، اخته عملت، بلاش لو سمحتي. لان بقى يعني المشكلات الخاصه بالزوجات والمقبلات على الزواج موجود على الفيسبوك، الكل بيتكلم فيها. طيب. مشاكل. تمام يا استاذه زينب. طبعا انا مبسوطه جدا ان حضرتك قبلتي ان نعمل مداخله تانية عشان نستفاد، ومشاهدينا تستفاد من نصائح حضرتك النهارده، لان فعلا الموضوع مهم جدا. ان كل سيده حابه ان هي
تخلي حياتها سعيده، ان ده بايديها هي قبل اي حد، قبل الراجل كمان. طيب استاذه زينب بعد اذنك، كان وقفت حاجه قدامي انا واستاذ هشام في كتاب يا ريتني عرفت من زمان. السؤال اللي حضرتك كنت عايز تطرحه كان ايه يا استاذ هشام؟ كنا بنتكلم على كيف تحقيق التوازن في حياتك. لا، كان في الجانب الذكوري والجانب الانثوي. تمام، ده مذكور في الكتاب اللي هو يا ريتني عرفت من زمان، فعايزه حضرتك برضو تفسري لنا احنا كقراء، مش هقول كمذيعين او اعلاميين، لا احنا كقراء بالنسبه لكتاب حضرتك، دي حاجه وقفت قصادنا عايزين حضرتك توضحها لنا. طيب، ربنا خلقنا كلنا رجاله ونساء، لينا جانبين انثوي وذكوري. فانا لما الزوجات يعني او النساء بتتزين وتتجمل وتحنو على الزوج وتحنو على الاولاد وتهتم بالبيت وتهتم بانوثتها، بيزيد عندها الهرمون الانثوي، هي كده بتستخدم الجانب الانثوي من الجانبين. برضو هي ليها جانب ذكوري، بينشط الجانب الذكوري لما بتنزل الشغل، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق عندها الجانب ده بنسبه علشان هي هتنزل للشغل، هي هتروح السوق، هي مضطره ان هي تتعامل خارج البيت مع الاولاد لو زوجها مسافر او زوجها مشغول. فاللي بيحصل ان في اول الجواز معروف عند الجميع ان العلاقه بتبقى زي الفل ومبسوطين جدا مع بعض. هي بتبقى في اول علاقه بتهتم بجمالها وزينتها وبتهتم بالزوج وفايقه لنفسها زي ما بنقول، فبنشط عندها الجانب الانثوي، فبتزيد عندها الهرمونات الانثويه فبتجذب الزوج ليها. الزوج في اول الجواز بيبقى بيساعدها، بيجيب هو طلبات البيت، فبيزيد عنده الهرمونات الذكوريه علشان بينشط عنده الجانب الذكوري. فهي بتبقى منجذبه للراجل عشان هو بيساعدها، هو مهتم بطلباتها. بعد ما بتيجي الاولاد، هي اللي بتنزل السوق، هي بتجيب طلبات، اللي هي اللي بتجيب طلبات البيت. فاللي بيحصل ان الجانب الذكوري بينشط عندها وبيقل عندها الجانب الانثوي. فنفسها بتبقى مقفوله عن ان هي تتزين او تلبس او تتجمل. يعني معنى كلام حضرتك يا استاذه زينب ان الست لو ما خدتش بالها من نفسها، هي اكتر واحده هتعكس الجانب، هتعكس الموضوع ده على الجانب الاخر. ايوه، ما هو سبحان الله ربنا قال ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فاللي بيحصل ان الست عن جهل، لما لو هي بتشتغل بتصرف هي على البيت، وده غلط جدا. غلط جدا. واسمعوا يا بنات يا مقبلات على الزواج قبل ما تيجوا تعيطوا وتقولوا يا ريتني. اللي ربنا خلق الراجل يحب يصرف، علشان هو لما بيصرف او بينفق الجانب الذكوري عنده بينشط وبتزيد عنده الهرمونات الذكوريه، فبيحس بالرجوله وبيسعد مع زوجته. بيحس ان هي ان هو منجذب ليها، هي منجذبه ليه. لكن لما هي بتصرف بينشط عندها الجانب الذكوري. فالراجل ما بيحسش برجولته مع الست دي. وفي ازواج، لما الزوجه هي اللي بتصرف عن جهل معتقده ان هي بتساعده، بيروح يصرف على غيرها. ده قلناه فعلا الحلقه اللي فاتت. تمام حضرتك استاذ زينب، كده حضرتك وضحت لنا، بس عايزين حضرتك في نقط ايه هي الواجبات اللي من الطرفين اللي بتحقق سبل السعاده والاستقرار. الزوجة تفهم احتياجات الراجل، الراجل محتاج منها ايه؟ الراجل محتاج منها الاحترام، محتاج منها التقدير، محتاج منها الشكر، محتاج منها الاعجاب، محتاج منها ان هي تقدر فعلا ان هو بينزل يشتغل علشان يوفر طلبات البيت. فلما ما هي بتعرف ده وتتعامل معاه على ان هو حد مقدر، هو بيحترمها برضه، هو بيحتويها، هو مش بيهنها، هو بيعطف عليها. يتعلموا الاثنين يتكلموا مع بعض عن بعض. انا بحب كذا ومش بحب كذا. حبيبتي انا بحب منك كذا ومش بحب منك كذا. اتكلموا مع بعض عن بعض، بلاش نخرج الكلام في اول سنه جواز خاصه، وهي تتكلم مع اهلها عنه وهو يتكلم مع اهله عنها، والنفوس تشيل من بعض. ودي بتبقى يعني لو حصلت في اول سنه جواز تسبب مشكله بين الزوجين. فبقول يعني العلم، علشان هي لما بتتعلم
وبتفهم الراجل ده بترتاح جدا. وبقول للبنت المقبلات على الزواج، من فضلك وارجوكي ما تتجوزيش من غير ما تتعلمي. صح، ما تتجوزيش من غير ما تتعلمي. ربنا بيقول ولا ينبئك مثل خبير. بفضل الله من خبرتي في المجال ده والتعامل مع الزوجات على مدار السنوات اللي فاتت، بيجوا يبكوا يقولوا يا ريتنا كنا عرفنا، انا لو كنت اعرف ان غلط ان انا اصرف، لو كنت اعرف ان انا غلط ان انا اتحمل مسؤوليه الزوج بره البيت، ما كنتش حسيت ان المسؤوليه تقيله عليا، ما كنتش بعدت عن الجانب الانثوي بتاعي. صح، يا خدت جزء من دور الراجل في البيت يا استاذه زينب. استاذه زينب، انا ملاحظ حضرتك مركزه جدا، وانا بشكر حضرتك طبعا، انت مركزه جدا ومتعاطفه جدا مع الزوج، يعني حتى انا كل حوارك حتى بقول لك انا عايز اعرف الواجبات بين الزوج والزوجه، برضه يعني بتحاول بقدر الامكان بتطولي في الواجبات بتاعت الزوجه اكتر من الزوج. دي ايه اسباب؟ اسباب فعلا ان الزوج اعباءه وضغوطه اكتر، ومحتاج ان الكلام اللي حضرتك اللي انت بتقوليه ده عشان يحقق الاستقرار محتاج المتطلبات دي من الزوجه. علشان انا لما اشتغلت مع الزوجات فهمتهم الزوج عاوز ايه، حياتهم تحولت 360 درجه. واستاذن وكمان ان الزوج واقولها ويعني محدش يزعل، هو شاف ان هو فاهم، شاف ان هو مش يعني مش مستاهل ان هو يقرا او يتعلم، هو خبير، هو خبير بالفطره، يعني هو الخبير بالفطره، هو خبير او هو كفء من غير ما يقرا ويتعلم، ودي نقطه للاسف مش كويسه خالص. فانا بتكلم كده لان انا كل تعاملي مع الزوجات ما بتكلمش مع ازواج خالص، ولا بستقبل استشارات من ازواج، كلامي مع الزوجات فبفهمهم الزوج عاوز ايه. فهي لما بتعطيه احتياجاته وتعامله كويس، هو لما بيكون زوج سوي بيعاملها كويس جدا جدا، وبيحطها على دماغه. تمام. وبيحطها جوه عينيه، وبيبقى حنين معاها. تمام. وبيقول لها حاضر وعينيا وانت تؤمري، وبالليل ان هي اعطته المساحه ان هو يحس برجولته معاها، ان هو الراجل بتاعها، ان هو سندها، ان هو ظهرها، ان هو بطلها. حتى من صفات الراجل اللي انا ذكرتها في كتاب كوني مع شوقاتي وتذوق السعاده، ان هو البطل، هو يحب انه يكون بطل لزوجته. شفت مشكلات كتير ان الزوجه بتوصل لزوجها ان باباها هو بطلها، فيزعل منها قوي. كتاب حضرتك يا ريتني عرفت من زمان، معنى المعنى العنوان بيدل على حضرتك بتقولي جوه الكتاب، انا قريت فيه كتير بصراحه، هي عباره عن دروس نستفاد بيها، او الزوجه او الانثى تستفاد منها. صح طبعا. انا لما كنت بتكلم عن اسباب الخيانه بقول الكتاب مش للزوجات اللي تعرضوا للمشكله دي، الكتاب لكل الزوجات. والمهم كمان للبنات المقبلات على الزواج علشان يعرفوا خطأ غيرهم ايه، خطأ غيرهم اللي ادى الى مشكلة كبيرة هتسبب انهيار البيت اللي هي الخيانة الزوجية. فهي لما تفهم وتعرف احتياجات الراجل وتعرف مسؤولياتها وتعرف واجباتها وتعرف مسؤوليات الزوج، وما تشيلش عن الزوج، ما تشيلش عن الزوج، الزوج حتى لو هو مسافر وهي مضطره انها تنزل السوق وتجيب طلبات البيت وتودي الولاد للدكاتره، تقول له ده دورك يا حبيبي وانا شايلها عنك، لما ترجع بالسلامه تشيله عني. طيب. علشان هو بيتعود ان هي الشايله، هي بتعطيه معلومه انا جدعه، انا حموله، انا بشيل، فبيخليها تشيل. مع الوقت هي بتبقى متدمره نفسيا. لا، واحنا يا استاذه زينب جوه البيت وورا البيت. واحنا برضو يا استاذه زينب يعني كلام حضرتك وبعض المشاكل اللي انا قريتها في الكتاب كوني مع شوقاتي وتذوقي السعاده، لا الست فعلا قادره ان هي تحابي على بيتها، قادره تخليه يكون في كميه سعاده لو هي عايزه تعمل ده. الست بايديها تعمل كل شيء. يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الالباب. كل كتاب انا بقراه في اي مجال، في مجال الثراء، مجال الثراء، بقول سبحان الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما تذكروا اولو الالباب. ربنا قال لنا كده سبحان الله. يعني حتى انا كنت بكلم البنات حتى ان هم في مجال الثراء، مجال الثراء والسعاده، انا هيكون ليا برنامج بفضل الله اسمه الثراء والسعاده، هيكون اونلاين
وربنا يكرم يكون عن طريق التلفزيون كمان ان شاء الله. الثراء والسعاده، ازاي تحقق الثراء في الحياه العمليه والسعاده في الحياه الزوجيه، كل ده ازاي العلم. احنا معاك يا استاذه زينب ان شاء الله لحد ما نحاول نوصل رسالتنا لكل بنت مقبله على الزواج ولكل سيده في بيتها عندها مشاكل، نحاول نحل معاها المشاكل دي. وطبعا زي ما قال استاذ هشام بناء على رغبه مشاهدينا، وانا مبسوطه جدا على كميه الرسائل اللي جات للصفحه بتستشير حضرتك في بعض المشاكل الزوجيه، وطبعا انا حولت لك بعض منها والبعض الاخر برضو لمشاهدينا. بشكر استاذه زينب جدا جدا بناء على رغبتها ان هي تساعدكم، فعملت في رقم موجود على الشاشه اتمنى ان انتم تتواصلوا معاها منه، عملت كورس مجانا لمشاهدين برنامج كلمه في وصفه لحل مشكلات الزواج، واتمنى برضو ان انتم تتعبوا نفسكم شويه وتجيبوا الكتب دي بجد هتفكوا كتير وحياه ربنا. تاني حاجه استاذه زينب بعد اذنك، انا كان لفت نظري حاجة مهمة جدا على البيج الخاص بحضرتك. كان لفت نظري عريس كامل الأوصاف، طبعا كل بنت حلمها ان هي بقى خلاص انا هتجوز يبقى واحد كشكل، ما تعرفش ان هي في حاجة اسمها عشرة، فبرضو عايزة حضرتك توضح لنا الحتة دي. عريس كامل الأوصاف في يعني علم جميل جدا اسمه علم التخيل، التخيل ده قوة مذهلة وابداع، ومفيش وقت ان انا اجيب الادله على اهميه التخيل من القران. فعلم التخيل القراء الكتاب اللي كتبوا في مجال التخيل بيقولوا لو انت عاوزه تحققي اي حلم، عريس بقى، فيلا، سياره، وظيفه، بتجسدي الحلم ده في صوره وتبصي على الصوره كل يوم قبل ما تنامي وتستشعري وكان الحلم ده تحقق، وتسعدي تبصي على الصوره وتسعدي، تبصي على نفسك وانت في السياره، تبصي على نفسك وانت في الفيلا، تبصي على نفسك وانت مع العريس التقي الصالح وانت سعيده. فبيقولوا عن طريق التخيل بتوصلي للحلم اللي انت عاوزاه، فهي بتكتب مواصفات العريس اللي هي عاوزه تتجوزه، ان هو يكون صالح، ان هو تقي، محترم، كريم، حنين، وكل يوم قبل ما تنام تبص على الصفات دي وتتخيل ان هي بالفعل ارتبطت بشاب او برجل ليه نفس المواصفات دي وتسعد. لازم تسعد، لازم تستشعر السعاده. برضه لازم نعمل نقطه مهمه جدا وهي العمل. ما ينفعش انك تطلبي من ربنا زوج تقي وصالح وانت مش كده، طيب وانت مش كده، متدين وانت اصلا ما بتصليش. وانا بتكلم تذكرت الممثل محمد رمضان وهو طبق التقنيه دي بالظبط، طبقها. بيقول في حوار ليه من الحوارات لما ما كانش جيبي جنيه انا كنت حاطط العربيات صور العربيات اعلى السير بتاعي وببص على الصور دي كل يوم. وبالفعل امتلكت العربيات اللي انا كنت ببص عليها دلوقتي هي ملكي، عشان حلم وهدف حطه قدامه. عن طريق التخيل. نعم، عشان هدف وحلم حطه قدامه وحب ان هو يوصل له في يوم من الايام. بقول كده، بقول لكل الزوجات ما بالك لو انت عندك حلم جميل، عندك حلم انك تبني دار لتطبيق تطبيق القران. يعني انا حلمي مثلا ان انا اعمل دار محمود الشبراوي لتطبيق القران على اسم والدي الله يرحمه ان شاء الله. فانا بطبق التقنيه دي ان انا اعمل الدار دي، ولكل الزوجات اللي عندها اي حلم، حتى لو هي بتحلم ان ابنها يبقى مثلا دكتور، بنتها انها تتجوز، تستشعر السعاده وهي بتتخيل ان بنتها مع زوج صالح، وفي نفس الوقت تحمد ربنا. يعني وهي بتتخيل ان بنتها بتتجوز كده في الكوشه مع احلى عريس وهي مبسوطه، بتبص على بنتها وهي في الكوشه مع زوجها مبسوطه وبتحمد ربنا. ولازم لو حلم حضرتك سياره او فيلا، لازم العمل، مش هنحط بقى صور الفيلا ونبص عليها وصور السياره ونبص عليها ونستشعر السعاده من غير عمل. نقعد نتفرج عليها بس؟ لا طبعا، لازم عمل. لا لازم عمل، لازم توكل على ربنا، تحطي خطه ليكي ازاي انا هوصل لاحلامي، وظنك في ربنا ان هو هيحقق لك احلامك. وانا طبقت التقنيه دي على الكتب بتاعتي، ان انا هيبقى لي كتب وهطلع في برنامج من البرامج ان انا اتكلم عليه، وبالفعل ربنا
ما هو ده ان شاء الله يا استاذه زينب اكيد بامر الله. يعني انا برضو عايزه اقول لحضرتك ان شاء الله بامر الله بعد العيد هنكمل الموسم السادس باذن الله، اكيد هيكون وجود حضرتك معانا هنا مشرفانا شخصيا. نقعد بس هستاذنك ان الحلقه دي هعملها لمتابعين ومشاهدين برنامج كلمه في وصفه، ان احنا الاستفسارات اللي هم هيبعتوها لنا زي ما بعتوها لنا كده، وحضرتك مشكوره بتردي عليهم خارج الكاميرا او من ورا الكاميرات زي ما بيقولوا، لا هيبقى قدام الكاميرات وهنستقبل مداخلات تليفونيه عشان خاطر حضرتك طبعا. يعني انا مش عارفه اقول لك، يعني الكتاب بحل المشاكل اللي فيه بطريقه حل المشكله، ان انت بتوصي الزوجه على زوجها. في ناس معتقده ان لا، عشان المراه ضعيفه او المراه غلبانه فنحمل عليها، لا خالص خالص، ده المراه قويه الحمد لله. الست قويه، ستي مش غلبانه، هي اللي بتعيش، بتحب تعيش دور الضحيه. هي شافت من المسلسلات دور الضحيه قد ايه، ان هو بيجيب لها التعاطف، فهي حابه الدور ده. لكن ست قويه جدا جدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: ما رايت ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداثن. فالعلم، العلم والتطبيق قوه، اهم شيء. اتعلمي هتلاقي نفسك سعدت جدا وجذبت الراجل ده ليكي، هتلاقي ان زوجك ده متعلق بيكي ومرتبط بيكي ومش عارف يبص لغيرك. ده توكل على ربنا، حسن ظن في الله، عمل، وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله. عليه الصلاه والسلام. طيب للاسف وقت حلقتي خلص يا استاذه زينب، ودايما الحلقات المفيده والدسمه بالمعلومات بتخلص بسرعة، فأنا بس عايزة برضو بعد إذنك يا أستاذ هشام الكتاب، عايزة أقول لكل مشاهدينا يا ريت يا ريت ما نقصرش في حق نفسنا ونحاول نجيب الكتب دي، وعشان خاطر طبعا الناس اللي اتصلت بيا وسألت على الكتب موجودة في كل المكاتب، موجودة على الأرقام اللي موجودة معاكم على الشاشة. غير كده مفاجأة برنامجنا اللي أنا قلتها من شوية، أستاذة زينب اقترحت علينا إن هي هتعمل لمشاهدين برنامج كلمة في وصفة كورسات اونلاين مجانيه، لا هتخرجي من بيتك ولا هتتحركي ولا هتتعبي نفسك، كل اللي هتعمليه بدل ما هتمسكي موبايلك بحاجه مش مفيده، لا هتعملي ده بس بحاجه مفيده تفيدي بيها بيتك وزوجك. للاسف وقت حلقتنا خلص. يعني بنشكرك جدا استاذه زينب، واللي انت حضرتك لبيتي رغبتنا ورغبه المشاهدين برضو في لقاء تاني، وبنصح المشاهدين فعلا زي ما قالت استاذه مها زميلتي، الكتب دي مفيده جدا جدا، كلها ارشادات وكلها دروس هتفيد المقبلين على الزواج والمتزوجين. شرفتينا يا استاذه زينب، وان شاء الله كده نشوفكم باذن الله يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. بس عشان خاطر قبل ما نختم مشاهدينا، ان شاء الله احنا كده، انا بالنسبه لي انا ختمت النهارده الحمد لله مع حضراتكم. ان شاء الله انتظرونا يوم الجمعه مع استاذ هشام من 10 ل 11 تقريبا، لو ما كانش انتظرونا بعد العيد ان شاء الله في معلومات مفيده ومع ناس ان شاء الله تشرفنا ببرنامجنا. شكرا جدا، شرفتونا.